صار اللي حصل آلموا وأوجعوا كثير. والشباب اللي استشهدوا بجروحه كان هو أولاده وكان هم أشقائه، وهو يعتبر المحافظة كأنها مسقط رأسه، كأنها قريته، كأنها بلدته. يعتبر المحافظة من المحافظات الموالية، من المحافظات المتقدمة في الولاء والنظام وفي الولاء لوحدة القطر وسلامة القطر وأمن واستقرار القطر. وهو فوجئ بما جرى وما حصل كما فوجئنا نحن جميعا. المحافظة دائما سباقة للخير، دائما سباقة للعطاء، دائما سباقة لوحدة سوريا واستقرار سوريا وأمن سوريا. قررت السلطة التحقيق لمعرفة دوافع وأسباب ما جرى في المحافظة ومحاسبة المخطئ، وصدر بيان ذيع في وسائل الإعلام، والبيان يا أخوان واضح بمغازيه ومدلولاته. هو قال سنحاسب أيا يكن مهما علي منصبه ومهما ارتفعت رتبته. الكلام واضح لا يحتاج إلى تفسير، وهو تقريبا أصبح بصورة مختصرة لمعاناتكم، وضعته بصورة مختصرة لمعاناتكم، ولكن هو يريد أن يستمع منكم مباشرة. هو قرر أيضا سيادته أن يوفد اليوم ممثلين له شخصيا لقيام بواجب العزاء لأهالي الشباب الذين استشهدوا، وهم معالي وزير الإدارة المحلية ومعالي الأخ الدكتور فيصل مطلق. كما أمر سيادته بموضوع إخلاص الجماعة جميعا، اتصل معي سماحة الشيخ الأخ محمد ليلا والشيخ ليلا والأخوان والأخوان، اتصلوا معي وطلبوا مني أن أنفي تمنيات من سيادة الرئيس بموضوع أخلاء الموقوفين، الأطفال الموقوفين في دمشق أو الموقوفين هنا في درعا، وأمر سيادته بإخلائهم فورا. لا أعتقد أنهم أخلوا.